واحد جوز يو دري معكم نشوف فيديو جديد محبيت انا فيديو جديد واليوم واحد الفيديو اللي كنتو كتسينوه بزاف واللي واحد الفيديو مهم بزاف فلاشين واللي كل شيء من العزران شو كان كانوا كيسينوه الفيديو هذا الفيديو هذا الا بغيتي واش كون عرفتوه ديجا في عنوانه وعاد نقول لكم انا هو الا صافي غنضحك معكم الخوت اليوم غنديروا انبوكسين ديال الدرع الفيض ديال اللي وصل بمناسبه 100000 سبسكرايبر في القناه 100000 في 20 100000 اخ وكنبغيكم بزاف الخوت اللي حقاش وصلتوني لهذا العدد الكبير ديال لي زابوني وسببكم جبت هذا الدرع هذا ديال اليوم وديجا سبابو اللي كنت ما كنلوحش فيديوهات لحقاش ما بغيتش نلوح فيديوهات ونوصل لواحد نفوتو 100000 وعادي ديك الساعه يوصلني الدرع غنكونوا ما بغاش نفرحوش به بحال دابا يلا باقي عندنا 100000 وتقريبا 104000 شكرا بزاف للناس اللي كيسولوا في انستغرام وديما كيقولوا لي فين غايبه يونس فين شنو كدير اشنو احوالك ماذا تفعل الان ما بك هل انت حي ام ميت انا هنا الغوز بغير كنت غير كنسين الديره باش يوصل وديجا كنت ماشي هو داك مورالمون كنت كنتكونسونطرا باش ندير لكم شي حاجه واعره ضروري خصني نتكونسونطرا الخوز راه جايين رياكسيونات خطيره جدا جدا وجايين بزاف ديال الحوايج في الطريق خاصني نكون قد داكشي يا سلام على ملمس يلا عاد وصلنا اليوم الخوت مازال ما فتحتو ما والو عيو في يوم ماني الدار حل 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 الدرع نشوفوه ما بغيتش قلت لا غنوري للعشران حيت هما اللي وسطوني هو الدرع هذا جاب السبب العشران وداكشي علاش غنديرو الانبوكسين اليوم حداكم وغنفرحو جميع ناري والله نشوق نشوف سميتي مكتوبه هنا واليوم غندير لك انبوكسينغ ناري شحال تعذبنا وما دخلتش من شحال من حصه للمدرسه وبسبابك عاودت الباك كم احبك يا ايها الدرع والله الا اخوتي تعذبت بزاف باش جبت الدرع هذا يعني راه سمحنا بزاف وسبابو عانيت بزاف وشحال مره كنت مريض وكندير كنمونطي الفيديوهات وشحال مره ما كنتغداش ما كناكلش يعني كنبقى خدام في بيسي خدام في كنمونطي في شي حاجه يعني باش نلوح لكم فيديو في الوقت وهذا الشيء هو اللي كيخلاني كنعيا وليت كنعيا مؤخرا ولكن لا دابا فاش ديت هاد الدرع في يدي ناري على طاقه ولات عندي ما صافي دابا ما غنزقاش من الفيديوهات الخوت غتشوف شي حاجه خطيره وغتعجبكم بزاف المهم لما نطول عليكم ندوز دابا نديرو الانبوكسينغ صرا انا مشوق نشوفو كيفاش وسميتي كيفاش مكتوبه فيها صافي راه يونس شو عسي راه شي حاجه خطيره دابا غادي ندوزو نديرو الانبوكسينغ لهذا العالم هذا ولكن ماشي باي دابا اي واحد كيبغي يدير في يوتيوب الانبوكسينغ لشي درع كيديروا بشي نايف اللي واعر ولكن انا شو النايف اللي جبت كيفاش داير شوف شي حاجه خطيره جدا هذا النايف هذا خصكم تعرفوه باللي شريته ديجا قبل مده باش شريته باش كانت عندي 40000 باش ندير الانبوكسين الدرع في المستقبل المهم ما نطولش عليكم اجي تعالوا نديروا له الانبوكسينغ دخل المستقبل ودابا غادي ندوزو باش نديروا له الانبوكسينغ وغادي نشوفوه زوين الدرع المهم اسمحوا لي الخوت راه ما عرفتش كندير انبوكسينغ لشي حاجه فلاشين وفاش دابا جاني الدرع فهمتي جاتني شي حاجه كبيره غندير لها انبوكسينغ يعني راه شي حاجه اللي ما عرفتش كيفاش نشرح لكم تقبلوها دابا صافي بارك الضحك غنحلوا العالم والله الا متشوق نحلوا وفي نفس الوقت ما نهضر معكم حيت توحشتكم شحال هادي ما درتش شي فيديو ماعرفش انا دابا مباغيش نضيعو باغي نحل بشي طريقة في بالكم بعدا مزيان خطيرة جدا جدا غنبداو من هنا يا سلام اوكي كيتحل من هاد الجهة كتب من الجهة وكيحل من هاد الجهة اوكي حليناها من هنا وحليناها من هنا وباش تعرفو الخوت باش نقول لكم على الدرع هذا يعني يعني راه شكرا بزاف الفيدكس اللي وصلت لي هذا وصلت لي في سيمانه والله الا وصلت لي في سيمانه طلبته من يوتيوب من سيمانه وصل لي في سيمانه يعني من امريكا من امريكا راه من عاصي منين وباش يوصل لك في سيمانه تلتازه حتى لمدينتك حتى لباب داكم راه شي حاجه يعني راه خصهم يكونوا عندهم بروفيسيونال داك الشيء يعني تبارك الله عليهم فيدكس كنت كنسمع عليهم انا انهم ماشي هذوك يعني ما كيخدموش داك الشيء مزيان ولكن تبارك الله عليهم عطاوني داك النيميرو ديال التراكينغ ديال كتراكي اللعيبه اللي توصلك قالوا لي نهار 12 وصلني نهار 12 بالضبط يعني كنقول لهم شكرا بزاف فيدكس هذا السكوتش هذا داخلي منا ومن هنا اوكي
اوكي قربنا نحلو. كيفاش نتحلى الاله؟ ما باغيش نفرقعو، انا باغي نحل داك الشيء بالهداوه ونش دير اكيد معنا الخشونه تتحلى اخونا. ما كيفاش كيتحلى الاله؟ اوكي مني سالينا ناري ناري الخوز. كيفاش كيتجبد هذا الشيء قاصح يا دين؟ اوكي واش يبان لكم بعدا الخوز هذا الشيء ولا ما يبانش؟ اوكي كيفاش دابا اللحظه ديال غنجبدوا الدرع؟ اش بان لكم الخوت؟ انا حيتاش نتوما اللي عشراني ونتوما اللي يعني وصلتوني باش نبدا الدرع هذا، غتشوفوا نتوما الاولين. عاد نشوفوا انا اش بان لكم بعدا نشوف كيفاش كيتحل. اوكي هادشي غادي تشوفوا نتوما الاولين. او مان عندك شنو تشتاو هادشي طاح شنو هادشي ناري ناري الشكيز لق كيبان ما كاينش بونج هنا. واحد زوز زوز وناس ثلاثة لكن شي ورقة وشي ما غاديش يبان. المهم نخليوه هنايا كنشكرك بزاف شحال تقاتلنا وسمحنا باش وصلنا لك صاحبي، راه شي حاجه بزاف. دابا غنقراو هاد اللعيبه هادي اللي كتبوها لينا في يوتيوب اللي زعما كيشجعونا بها. نقراو اش فيها دابا ونقول: لقد نجح للتو في تحقيق هدف يعجز الكثير عن من المنشئي المحتوى عن على يوتيوب من عن تحقيقه، فقد جذبت 100,000 شخص للاشتراك في قناتك اللي هما نتوما الشو جانج. ندرك ان عدد المستخدمين على اليوتيوب قد تكون هائلة، ولكن نأمل ان تعي اهمية هذا الانجاز الذي حققته. كيقدروك اصاحبي شتي باش مزيانين الكور. اي جذب عدد من المشتركين يتألف من 6 ارقام. ولا شك في ان اعمالك قد اثرت في كل شخص اشترك في قناتك. هما الشوقين كم بغيكم كم ويس عليكم. فهم استوحوا منها افكار مهمه ملهمه، ما عنديش معنى اخر، اوجدوا فيها تحديا لهم، او ببساطه استمتعوا بمشاهده المحتوى الذي تنشره. رياكسون خطيره جدا جدا. لقد حققت هذا الانجاز بفضل عملك الدؤوب والمتابر وبفضل حس الدعابه الذي ستتمتع به ايضا. اذا الخوت هاد اللعيبه مازال ما ساليتش ما نكمل لكم. هاد اللعيبه هادي اللي كيصيفطوك راه ماشي كوبي كولي، كيصيفطوها لكاع اليوتيوبر كيديروا مراجعه للقناه ديالك وكيشوفوا داكشي ديالك عاد كيكتبوا لك هادشي. يعني هادشي راه هذا مكتوب لي انا، يعني راه ديجا داروا ريفيو للقناه ديالي وعرفوا وكتبوا لي هادشي. نود ان نقدم لك جائزه منشئي المحتوى الفضيه، وهي تعبير متواضع عن تقديرنا واحترامنا لك. نأمل أن عملك الشاق لا ينبع من رغبتك في حصول على مكافآت، يعني ماشي ماديات، يعني خصكم كتبغي داك الشيء، بل من اندفاعك لإنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها. هذا الشيء هو اللي كان كيخليني ندير فيديوهات هذه 5 سنين باش نوصل لهذا الشيء هذا. ومن عثورك على جمهور يهتم بمحتواك الذي تقدمه، ونحن نتطلع بشغف كبير إلى اكتشاف إبداعاتك التالية. وقد يكون الوصول إلى عتبة مليون مشترك إن شاء الله، يكون وصولك إلى عتبة مليون مشترك بعيد المنال في الوقت الراهن، ولكنك أقرب مما تعتقد إلى تحقيق الهدف، وسنقدم لك الدعم الكامل. تهانينا مع الفريق التقديم. سوزان ما عشت كنية في شكل. المهم شكرا شكرا يوتيوب، كنشكركم بزاف كنشكركم. زعما شي حاجه اللي زوينه بزاف اللي بغى يقرب ويقرا انا خص راه شي حاجه اللي واعره بزاف والله، احساس زوين كتشوف كيقدروك وكيكتبوك هذا الشيء هذا. يعني هذا الشيء باش مزيانين الكور، يعني كيقدروك وكيعطيوك واحد القيمه وكيقدروا داك الشيء اللي كدير نتايا. كنشكرهم بزاف والله، يعني شي حاجه اللي كتعب ديك اللي درت هاد السنين كامل راه انفو كتشد هذا في يدك، راه كت واخا هو كاين اللي كيقول لك راه قصدي راه قصدي، يعني ما عندهم ما يدير لك. لا استطاع دار شي حاجه، يعني راه بحال نقولوا الباك حتى راه بحال هذا هو الباك ديال اليوتيوب
انا ما جبتش الباك في المدرسه ولكن جبت الباك في اليوتيوب. المهم الخوت انا فرحان به بزاف، يمكن كنت نقدر ناخذ الباك وما غادي نفرحش به بحال هذا. كيف فرحت بهذا؟ انا كنبغي هذا الشيء اللي كندير، وكنبغي يوجب وكنبغي الفيديوهات اللي كندير، وهادو هما حياتي يعني، وكنبغي هذا العالم هذا ديالي يعني، هذا عالمي خاص، ولقيتكم نتوما كتبغيوه، وكنشكركم بزاف وكنبغيكم بزاف، وكنقول لكم مازال غنوصلوا 100,000 وصلنا، غنوصلوا المليون وغادي نجيبوا الدرع حتى هو غنديروا انبوكسينغ. كنقول لكم شكرا بزاف لكم الدراري، شكرا لكم بزاف، شوقا نقراكم في القلب، بيس لكم كاملين، كنشكركم، كنقول لكم الدرع هذا ديالكم نتوما جبتوه، ماشي انا غير كنت السبب باش نوصلو، تقاتلت وجبتو، ولكن نتوما اللي وصلتوني باش قدرت نجيب هذا الدرع. شكرا لكم بزاف الخوت، كنقول لكم كنوعدكم انكم غتشوفوا شي حوايج زوينين في القناه وغتعجبكم بزاف من نعم حسن اللي كانت. انا دابا كنشوف راسي في هذه البرايه هذه كتبيني وناضي، نايس اوكي. الدرع غيتعلق هنايا، اش بان لكم الخوت؟ اش بان لكم يتعلق هنا؟ ما عرفتش كيبان لكم هنا، يتعلق هنايا غيجي ناضي ناري ناري. كيفاش غيجي الخوت؟ او نايس. درع شي حاجه انيقه، انا عجبتني بزاف هذا الشكل هذا، على الشكل اللي كان شحال هذه شكل زوين. كنشكركم بزاف، ثانك يو يوتيوب، ثانك يو بزاف، ثانك يو سو ماتش على الدرع هذا، شكرا. ما بكراش نبقى نقول لكم شكرا على الفيديو كامل، يا شكرا شكرا الشو كينغ، الله يرحم لكم والدين. شكرا لكم بزاف، بينوا الاكبر عدد ديال اللايك بالوصل ديالنا لهذا العدد الكبير ديال المشتركين. نقول لكم شكرا بزاف بزاف، وغتشوفوا شي حوايج زوينين من القدام. بينوا لي اكبر عدد ديال اللايك، قولوا لي شي كومونتير زوين في لي كومونتير، بينوا لي على الفرحه ديالكم نتوما بهذا الكادو هذا اللي زوين بزاف. ما باغيش نهضر في هذا الفيديو دابا، غير بقيت نتامل في هذا الكادو هذا. نعم شنو الشو كيفاش تكتب؟ شكرا لكم بزاف، كنبغيكم معكم من الشو. Peace and love. Come back, Mr.